معانا دلوقتي نموذج شبابي للإصرار على تحقيق الحلم وتحويله لحقيقة. معانا الدكتورة أسماء مجدي اللي كانت بتقوم بعمل تطوعي وبعدها تولت منصب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف بعد نجاحها في إثبات قدرتها ضمن مبادرة تأهيل وتمكين اللي أطلقتها محافظة بني سويف. دكتورة أسماء حقيقي يعني هي اجتازت كافة التدريبات ضمن المبادرة، وبعد ما أثبتت قدرتها في العمل تم نقلها للعمل في منصب نائب لرئيس مدينة بني سويف. خلينا نشوف التقرير. بمشاركة حوالي 46 شاباً نفذت محافظة بني سويف مبادرة تأهيل وتمكين لتنظيم تدريبات وتأهيل للشباب على مستوى المحافظة في العديد من المجالات والتخصصات مثل القانون والإدارة والأمن القومي والتواصل الفعال ومكافحة الفساد والاقتصاد والمساءلة الاجتماعية وإدارة الأزمات، وذلك عن طريق المحاضرات والجولات الميدانية. جاءت ثمار نتائج المبادرة بنجاح الدكتورة أسماء مجدي في تولي منصب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف بعد نجاحها في إثبات قدرتها وبعد أن اجتازت كافة التدريبات ضمن المبادرة مع تأهيلها، وذلك ضمن رؤية تمكين الشباب بمختلف القطاعات وإثبات جدارتهم. مراحل متعددة من التدريب والاختبارات والعمل نفذتها أسماء مجدي كمتطوعة لرؤساء المدن والقرى، حيث تولت العمل كمتطوع لرئيس الوحدة القروية بقرية بياض العرب، وبعدها مساعد متطوع لرئيس مدينة بني سويف. وبعد إثبات قدرتها في العمل خلال تلك الفترة، تم نقلها من محل عملها الأصلي للعمل رسمياً كنائب لرئيس مدينة بني سويف بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. ومن الصباح الباكر تبدأ أسماء مجدي نائب رئيس المدينة عملها مع باقي نواب رئيس المدينة دون التفرقة بينهم في عدد من الملفات والمهام والتي يسندها إليهم رئيس المدينة، بجانب المرور على الوحدات القروية التابعة لدائرة المركز ومتابعة سير العمل وحل مشاكل المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم.